رونالدو في خط الهجوم، أكبر هدف في تاريخ الكرة العالمية على مستوى المنتخبات، على مستوى الأندية، عملاق الكرة، سلطان بكل ما في الكلمة من معنى، كريستيانو رونالدو. انطلق المباراة، الهلال بألوان الزرقاء، كرة لعلي البلاي، غياب بارز من جانب قلب الدفاع لفريق النصر، عبد الله العمري ياخذ مكان عبد الله مادو المساعد، بينما من جانب الهلال غياب عبد الله المعيوف عن عارين وحراسة الهلال، محمد العويس يعوضه بما انه موقوف الحارس عبد الله المعيوف. كرة لمحمد كعب، يوبن نبيس، حرب كبيرة في وسط الميدان، شعلة نار ستكون منذ بداية المشروع. علي البلاي، كانوا خمسة لاعبين لكل فريق في منطقة المناورات، هذا ميشيل دلجادو، التدخل الدفاعي عبد الله العمري، التماسة الأولى لسعود عبد الحميد، محمد كانو ترجع لسعود عبد الحميد، ينطلق في نزعة هجومية ميشيل دلجادو، والتأمير من عمري مرة أخرى، أليكسيس، حوار داخل الحوار، واضح وأنه جيسوس أعطى تعليماته لخالدو كوليبالي وأنه رونالدو لا يلعب اليوم، ممنوع لمس الكرة على رونالدو بأوامر خالدو كوليبالي. طويلة من محمد كان، سلطان الغنام يحارسه نواف العكيدي، اللي قام بتصدي على طريقة إيميليانو مارتينيز في نصف النهائي أمام الشرطة، لما انفرد به طبعا أحمد فرحان وتمكن من التصدي لكرة التعديل في اللحظات الأخيرة من عمر النصف النهائي. خالدو كوليبالي ترجع لميلان، سافيتش مينكوفيتش، عمري أو علي نجامي، العمري الآن، الهلال يضغط منذ البداية، كرة للنميس عالية وبعيدة، سلطان الغنام بضغط من سالم التوسري، والتماس يعود للهلال، جمع يسرى ياسر الشهراني وكذلك سالم التوسري، جبهة يمنى ميشيل دلجادو وسعود عبد الحميد، سافيتش ميناكوفيتش، أكبر انتدابات نادي الهلال بكل تأكيد، ميشيل ما يعديش، تصوير غدارة، روبن نيفيس البرتغالي يضرب ولا يبالي، هذا هو روبن نيفيس، كرة كانت مرتدة من الدفاع، كاد أن يغالط نواف العقيدي، أول هجمة خطيرة بألوان الزعيم الهلالي. قلت لكم مشاهدينا الكرام، نار 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 بين هؤلاء الكبار منذ بداية المشوار، أربعة دقائق لعب، نهائي الأحلام بأقوى الأقدام. ميشيل مرة أخرى، التفاف في وسط الميدان لفريق النصر، أليكسيس والمخالفة ضد سافيتش ميلانكوفيتش، سافيتش 28 عام الصربي قادما من فريق لاتسيو، أين لعب 341 مباراة للنصر العاصم الإيطالي. نواف العقيدي، عمري، عودي نواف، نواف ما يخاف، حارس العارين للنصراويين، طويلة الكرة لتيس، ماني في أول لمس الكرة، الأسد السنغالي حاول التواصل مع رونالدو، والكرة عند محمد العويس، أي مسؤولية لمحمد العويس لتعويض الأخطبوط، طبعا عبد الله المعيوف في عرين نادي الهلال، علي البلاي، عودة لمحمد العويس، نذكر أنه على مستوى النهائيات الفريقان التقيا في 13 دور نهائي، سبع مرات في اسبيه النصر وست مرات للهلال، هذه كرة سالم الدوسري يعدي، وين الكرة بعيدة، سالم يسلم منه دفاع النصر، يشتكي من العشب
سانة مدوساني في أول اختراق لنجم الكرة السعودية. فرصة أخرى للهلال، تضيع على الكابتن الدوسري. جماهير رائعة وكبيرة من الفريقين في هذا العرس العربي بين الهلال والنصر. قلنا هل هي الثالثة للهلال أم الأولى للنصر؟ عمري العمري يلعب بالنار، ضربة مرمى. لما يكون أمامك لاعب من نوعية ميشيل ديلكادو لا مجال للمجازفات. لويس كاسترو يعادل الأوتار. عمري مرة أخرى، أو خطأ آخر من عمري. هذه كرة لسان الدوسري، كرة جول. ونواف، نواف العملاق، نواف مرة أخرى يقدم لنا صورة على عمالقة العرين في كرة السعودية. نواف العقيدي رائع. ميلانكوفيتش، سافيتش كان وحده، ولكن نواف قلنا ما يخاف ويخرج الكرة رغم وجود تسلل. جيسوس أمامنا، 69 عام، قيدوم المدربين للمرة الثانية يعود لتدريب الهلال بعد موسم 2018-2019. جيسوس اللي درب فينرباتشي التركي، فلامينغو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، سبورتينغ البرتغالي. سلطان الغنام، ما زلنا ننتظر أول هجمة لفريق النصر. بروزوفيتش والمخالفة، مخالفة ضد سافيتش ميلانكوفيتش. حرب النجوم في وسط الميدان، كرواتيا الصربية بين بروزوفيتش وسافيتش. كرة ثابتة للنصر العالمي. هذا هو أكبر خطر وأخطر بشر، كريستيانو رونالدو. 38 عام، 24 مباراة مع نادي النصر، 18 هدف لكريستيانو رونالدو. دفاع الخط عالي، يوزع أليكس تايس لكن بعيد الكرة. ضربة مرمى لمحمد العويس. تاريخ المواجهات بين الفريقين، 174 مباراة جمعت رسميا الهلال والنصر في مختلف المنافسات. تفوق للأزرق، 70 انتصار للهلال مقابل 60 فوز للنصر، ونهاية 44 مباراة بنتيجة التعادل. أكبر هداف نصراوي في ديربي الرياض هو البومبر مجد عبد الله ب 21 هدف. ومن جانب الهلال أكبر هداف في الديربي هو سامي الجابر وسالم الدوسري ب 10 أهداف لكل لاعب. عمري، كرة ترجع لكريستيانو رونالدو. كل الخوف من الهلاليين من الأسطورة رونالدو في كل لمس الكرة. سيكو فوفانا، روزافيتش يعطي ربا نيفيس، نيفيس والعمري حتى الكرة في التماس. قيمة في الانتداب، ربا نيفيس طبعا القادم من وولفرهامبتون من الذئاب الإنجليزية. نجم الكرة البرتغالية ربا نيفيس. سعود عبد الحميد الأساسي في التشكيلة، 23 عام، انتقل في 2022 من الاتحاد للهلال وشارك في كأس العالم قطر 2022. كرة خطيرة والحارس نواف العقيدي. 10 دقائق لعب منذ بداية الديربي. من سيكون المتحدي؟ من سيكون المتحدي؟ عمري أو لجامي، سلطان الغنام. التماس يعود لنادي النصر.
حوار بين أندرسون تاريسكا وياسر الشهراني على يسار دفاع الهلال. سلطان الغنام، مارتشيلو برازافيتش، ساديو ماني خطير لما يأتي من بعيد، أليكسيس في المساعدة، يعدي يوزع، مازال تيس رايعة منه ويضيع توازنه. أليكسيس اللي طالب بمخالفة، الرايعة والتماس يعود لنادي النصر، وإصابة البرازيلي أليكس تيس. أجواء استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف والعنار في المدرجات بين الأصفر النصراوي والأزرق الهلالي. هذه الإعادة، حوار خليدو كوليبالي أو سعود عبد الحميد وأليكس تيس، إصابة على مستوى الرأس لتيس البرازيلي. تعليمات لويس كاسترو مع سيكو فوفانا، كل مدرب يستغل الوقت الضايع لإزداد تعليمات وتعديل الأوتار. علي البلي وكريستيانو رونالدو، ساديو ماني أسد الترنجا السنغالي، من أقوى المهاجمين في العالم بكل تأكيد، نجم ليفربول السابق وبايرن ميونخ. يعود إذن أليكس تيس ويعود التماس لنادي النصر لأول مرة في هذه البطولة. قد يلتجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين ونكالة الترجيح. أليكس تيس القادم من مانشستر يونايتد، عبد الله خيبري، سعود عبد الحميد مخالفة ضده أمام جماهير النصر. عديد الحوارات الفردية المباشرة من ساديو ماني وسعود عبد الحميد على اليمين، ياسر الشهراني ومراقبة رونالدو، كرة ما بين برازافيتش وأليكس تيس، البحث على أندرسون تاريسكا ورونالدو، كرة بالرأس لاويس، التسويب من سيكو فوفانا وروبن نيفيس في التصدي، مجازفة من محمد لاويس، والركنية لفريق النصر. يستفيق النصر الآن، يدخل في المباراة ديربي الأحلام. أليكس تيس طويلة لساديو ماني بعيدا عن رونالدو، يعود محمد لاويس لعكس الهجوم لفريق الهلال، لكن يتباطا الآن سعود عبد الحميد، يضغط عليه ساديو ماني، محمد كانو، علي البلي، التدرج بالكرة من جانب نادي الهلال، خليتو كوليبالي اللي اعطى الكثير من الاستقرار لدفاع الزعيم. سافيتش، ميشيل ديلكادو، ميشيل يعدو، والحكم ماذا يقول؟ رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء. أي قوة في المراوغة للبرازيلي ميشيل ديلكادو أمامنا. أليكس تيس في مهب الريح جريح، ومر البرازيلي، واضح السقوط خارج منطقة الجزاء. سلامات على دفاع النصر،
عدوان جيد يقول أنا الحكم وأنا الذي أقرر. كرة خطيرة على دفاع النصر في ربع ساعة لعب. ديربي بمواصفات عالمية ما بين النصر والهلال. روبن نيفيس التقدم لخالدو كوليبالي وعلي البنائي ثنائي محور الدفاع لفريق الهلال. التركيز برتغالي بأقدام روبن نيفيس. سافيتش اخترم بالرأس هو القناص. عمالقة الهلال داخل منطقة الجزاء. كوليبالي كانو علي البنائي أمامنا والسافيتش طبعا. إذا نبعث نواف لاكيدي خايف من هذه الكرة، كثير من الخطورة. روبن نيفيس اللي وصى ونواف يكسب المخالفة. نواف مرة أخرى حاضر في العرين. مناوشات ما بين نواف لاكيدي وخالدو كوليبالي. الهدوء مطلوب من كل اللاعبين. رضوان ناشد الدولي المغربي كان أدار مباراة النصر والزمالك، متحكم في وضعية المباراة. ينظر اللاعبين شفهيا ويقفل الموضوع. إذن ترجع الكرة بضربة مخالفة. سلطان الغنام أندرسون تاريسكا يكسب مخالفة أمام ياسر الشهراني. الدولي السعودي طبعا ياسر الشهراني يسار دفاع الزعيم. نقترب من 20 دقيقة لعب. لا جديد يذكر لا قديم يعاد. على مستوى النتيجة متعادلة سلبيا 0-0 بين الفريقين. مارشيلو برازوفيتش يعود للوراء. علي الأجامي لنواف العكيدي. العمري طويلة من عمري لساديو ماني بالرأس. تغطية دفاعية علي البلي. صوت عبد الحميد. تأمين دفاعي. سيكو فوفانا ينطلق الآن. هجمة نصراوية. رونالدو على اليسار بجنب ساديو ماني. يلعب مع السنغالي اليوسا رايعة. يا عويس يا محمد يا عويس. ماريان ناير في العرين. لعويس جابها. لعويس يخرج الكرة من الخط النهائي للمرمى بكرة راسية قوية من أندرسون تاريسكا. أخطر هجوم لنادي النصر منذ بداية المباراة. مارشيلو برازوفيتش بالندية يا حبيبي بالندية. هذه المباراة النارية. عبدالله الخيبري تعود الكرة النصراوية. عمري زي على سيكو فوفانا. تعود لسعود عبد الحميد. حمد كانو بعيد على ميشيل وعلى مالكوم وتأتي لنواف. مالكوم اللي سجل لحد الآن هدفين من 4 مباريات خاضها مع الهلال. اللاعب القادم من زينت سان بيترسبرغ الروسي علي الأجامي. تاليسكا برازوفيتش يعدي من المخالفة ضد روبن نيفيس. سلطان الغنام. كوليبالي في التصدي. تعود برازوفيتش. النصر أفضل من بداية المباراة. بدايته كانت صعبة لكن الآن أفضل. مخالفة ضد كوليبالي.
لصالح كريستيانو رونالدو. نستمع لرونالدو، رونالدو هذا ما يردده الجمهور العالمي. هذه كرة برازوفيتش بالراس، والعويس يتألق من أصعب الكرات لما تحتك الكرة بالأرضية قبل وصولها للحراس. المجاورات بين أليكسيس ومارتينو برازوفيتش بحضور رونالدو. أفضل خلف لأحسن صنف محمد العويس. هل يفعلها رونالدو؟ هل يفعلها البومبر؟ هل يأتي بالأسطورة؟ حوار العويس ورونالدو. جدار دفاعي بكذا لاعبين لفريق الهلال. رونالدو الجدار يصد ويرد. غنم سيكو فوفانا يوزع. رونالدو بالراس، رونالدو بالراس، والحارس العويس خطير في الهواء. وإن الهواء في الهواء والصبر أحسن دواء بالنسبة للفريقين. مباراة ضغوطات كبيرة ترجع نصراوية. أليكس تيس، ماني، عكسية، بروزوفيتش وشاراني. شاراني أسرع من أندرسون. تاليسكا تعود الكرة للهلال. روبن نيفيس، نيفيس لسافيتش. ميشيل الخطير، ميشيل سافيتش مرة أخرى، والركنية بتدخل العمري. طبعا إحدى نقاط القوة لفريق الهلال استغلال الكرات الثابتة إن كانت مخالفات أو ركنيات. 23 دقيقة لعب، ديربي النار ما زال في هذا المشوار بدون أي انتصار لأي فريق. روبن نيفيس كالعادة العمالقة حاضرة. الكرة البرتغالية، روبن نيفيس عالية من البرتغالي، ومخالفة لدفاع النصر ضد خالدو كوليباري. أكبر فوز للنصر على الهلال كان 4-1 عام 1969 ميلادي، وأكبر انتصار للهلال على النصر كان 5-1 عام 2017. ماني، الكلمة الأخيرة لكوليباري أمام رونالدو. علي البني، قلت منذ البداية حرب كبيرة في وسط الميدان، وهذا رونالدو يعود عليه سعود عبد الحميد. لا مجال للنوم، لا مجال للسهو في هذه النوعية من المباريات. ترجع الكرة لمحمد العويس. خيبري، تاليسكا المختفي، سيكو فوفانا. محاول جرب الهلال من تموقع الدفاعي. تاليسكا عكسية، يتسرع كوليباري كذلك. أليكسيس في الهجوم، يتقدم البرازيلي. تيس يوزع، والركنية، ركنية للنصر العالمي. النصر العالمي اللي شارك في مونديال الأندية في البرازيل عام 2000
بعد أن سيطر على آسيا. أليكسيس يتقدم العمري، عالية الكرة بالرأس، روبن نيفيس ترجع لبرازوفيتش، كرة خطيرة رونالدو بالرأس لكن خارج الإطار. كان في موقف متسلل رونالدو في ظهر ياسر الشهراني. خمسة وعشرين دقيقة لعب، الكلمة للتباع على حساب الهجوم، ما زالت النتيجة بيضاء في ديربي الرياض بأجواء العربية. علي البني، نيفيس، تمشيط كبير من عبد الله الخيبري في وسط الميدان من جانب نادي النصر. روبن نيفيس مرة أخرى، سافيتش لميشيل دالكادو، لكن قبله كان تيس. نواف يلعب كقلب دفاع، ترجع الكرة بمخالفة، كان على الحكم رضوان جيد أن يترك مجال للأسبقية. تعود الكرة أيضا للعمري، برازوفيتش، خيبري، ماني، خيبري مرة أخرى ينقر على اليمين السلطان الغنام بجنبه تاليسكا، تاليسكا يتقدم البرازيلي يراوغ كرة خيبري، التسويب لمحمد العويس. عبد الله خيبري كان خبير في هذه الكرة، يقتنصها على طول والعويس متصدي. برازوفيتش العقل المدبر في وسط ميدان النصر العالمي، الجماهير النصراوية كالعادة مشجعة قوية. بعيدة من علي البري لنواف العقيدي، علي الهجامي، خيبري يعود لحارسه. مباراة الحسابات التكتيكية، ميشيل دالكادو والعمري صمم الأمان في دفاع النصر. ماني دخل معه بقوة، سعود عبد الحميد، محمد كانو، كرة للهلال، سافيتش، خريدو، كوليبالي يعدي يخترق الدفاع، يوسع لولا السلطان الغنام. الغنام لم يترك الغنيمة لنادي الهلال. تعود برازوفيتش، كرة لتاليسكا، زيكو فوفانا، ماني على يساره، تأتي الكرة للسنغالي، ماني يوزع لبرازوفيتش بقصية كرواتية، ضاعت على نجم الكرة برازوفيتش. للمرة الثالثة يأتي من بعيد برازوفيتش في القائم الثاني. كرة هلالية، علي البني طويلة وبعيدة، مالكوم ضايع في الطريق، ما عنده رفيق. عمري، فوفانا، أليكسيس،
ماني، خيبري، لجامي، غانم، اعتدرج بالكرة لخيبري، روزوفيتش، دينامو الفريق النصراوي. روزوفيتش بعد 9 مواسم في انتر ميلانو الايطالي. كرة والعويس قبل رونالدو. محمد كانو، روبن نيفيس، شهراني، ياسر، سالم الدوسري، انتشار سليم لفريق النصر. والهلال يعود لصولاته الهجومية، مخالفة لصالح نادي الهلال لسافيتش ميلينكوفيتش الصربي. تدخل قوي من ساديو ماني، كرة ثابتة للزعيم اندار لمارتينو بروزوفيتش. انذار للكرواتي بروزوفيتش، كان حاضر في مونديال قطر 2022. إذن في دقيقة 31 كرة من الهلال، كان عاد رجل الاختصاص الأول روبن نيفيس. اللي يملك التسويب رهيب نواف لاكيدي، يواجه الجدار الدفاعي. مالكوم وروبن نيفيس أمام الكرة. كرة بالتليفون بالموبايل معلنة منذ البداية. صافيتش يقوم بالمخالفة، النصراويون يطالبون بالإنذار. بروزوفيتش يقول له هي نفس الخطأ اللي قمت به، لماذا ليس الإنذار؟ وتعليمات جورج جيزوس غير راضي إلى حد الآن على هذه الوضعية. والإكستاس هجومية، رونالدو، كريستيانو، التسويب من تاريسكا. أي 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 أي، الحارس محمد العويس، رونالدو الجماعي، رونالدو ليس أناني، يعطي كرة لأندرسون. تاريسكا هدف فانا، يخسرها الكرة. المد القوي للأصفر نادي النصر. محمد كانو، صوت عبد الحميد، من مدة مريناش نواف العقيدي. الهلال متخلف هجوميا، النصر زاد في الأداء. نيفيس، كانو، ميشيل ديلجادو، ميشيل أمامه الجدار الأصفر. جماهير الهلال متعطشة للقب الثالث هذه المرة على أراضيها، بينما جمهور النصر يريد لأول مرة يكتب التاريخ بالألوان العربية. كانو يتصدى تاليسكا، رونالدو وبروزوفيتش، رائع الكرة، سيكو، فوفانا لرونالدو، رونالدو يرجع للوراء، سلطان الغنام، بروزوفيتش،
لليسار ساديو ماني، سيكو فوفانا، جدار الهلال يرد ويصد، تبقى الكره النصراويه العامري، تعدي للغنام، عاليه من الغنام رونالدو، فوفانا والرايع، الرايع على سيكو فوفانا، رونالدو واضح كان في موقف متسلل، عشر دقائق لنهايه الشوط الاول، الحسابات التكتيكيه امام هذه النجوم القويه، اولهم ساديو ماني، بطل افريقيا مع منتخب السنغال، كرة لفوفانا مرة أخرى، كاليدو كوليبالي، سافيتش يتقدم، عالية الكرة، رائعة، التصوير روبن نيفيز، حكم يخلي اللعب، حكم يخلي اللعب، علي نجامي وروبن نيفيز بالإصابة، كرة لكوليبالي، الاطمئنان على البرتغالي روبن نيفيز، تدخل علي نجامي، إصابة للاعبين الاثنين تبع روبن نيفيز وعلي نجامي، سلامات سلامات، حكم يطلب الإسعاف، رضوان جيد المغربي، نذكره أنه هو ابن الحكم الفيدرالي المغربي محمد جيد، ذلك شبله من ذلك الأسد، هذه الصورة الرائعة، جماهير الفريقين تغني في دور نهائي، نهائي الأحلام بين النصر والهلال، كان الشوط الأول شوط اللاعبين، فإن الشوط الثاني بتعديلات المدربين، وبالتالي فك رموز الدفاع المنافس هي الأولوية القصوى لكل مدرب، جورج جيزوس ولويس كاسترو، مالكوم فيليب يتلقى التعليمات من جورج جيزوس، بينما لويس كاسترو يحافظ على هدوءه، محمد داويس، يرجع الكرة، سافيتش والحارس نواف أمام مالكوم، مخالفة للحارس النصراوي، مالكوم فيليب صاحب هدفين، البرازيلي علي نجامي والإصابة، بعد إصابة عبد الله مادو لا يحتمل دفاع النصر، إصابة أخرى لقلب الدفاع،
لجام طويله باتجاه محمد العويس. 5 دقائق في الوقت الاصلي والطبيعي لنهايه هذا الشوط الاول، والنتيجه بيضاء بدون اهداف في هذا الدور النهائي لكاس الملك سلمان للانديه العربيه الابطال في مدينه الطائف. شهراني التماس، رونالدو كالعاده عاد من التسلل، دفاع الخط لفريق الهلال يصعب العيش والحياه على كريستيانو رونالدو. جماهير متعاوده من القاب زعيم القاره الاسيويه الفرقه الهلاليه بالوانها الزرقاء والبيضاء. تعود الكره لنادي الهلال عبر الحارس محمد العويس. مباشرة لنواف العكيدي. البحث عن ماني. تماس السنغالي. ساديو ماني على الجبهة اليسرى. العامري فوفانا. حكم يخلي اللعب، نجوم سريع لفريق الهلال. مالكم مالكم يستنى المراقب المساندة سافيتش. تعود نصراوية. فوفانا رونالدو يعدي والمخالفة خالدو كوريبالي بالورقة. انذار السنغالي خالدو كوريبالي نجم الدفاع لفريق نابولي سابقا وتشيلسي. امام رونالدو يكون الانذار في الانتظار. علي البني والسلطان الغنام. حذاري من الورقات. جماهير النصراوية الكرة بمخالفة. دقيقة قبل نهاية الشوط الأول بدون احتساب الوقت الضايع. بروزوفيتش وأليكسيس على أمل استغلال هذه الكرة من أندرسون تاليسكا ورونالدو. بروزوفيتش يوسع والحارس العويس رائع. العويس اليوم خيبري. سيكو فوفانا. غريبة. رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويس على الخط النهائي ولو ان هنالك رايه. محمد العويس يبدع اليوم
متأكد أنه أفضل خلف لأحسن سلف عبد الله المعيوف. انتهى الوقت الأصلي والطبيعي. كم سيضيف الحكم الدولي المغربي رضوان جيد؟ ثلاثة دقائق وقت بدل ضايع. مالكا رونالدو مرة أخرى من أكثر المباريات اللي يقع فيها رونالدو بالتسلل. هذه المباراة النهائية كوليبالي سافيتش وفافانا لنواف. طويلة الكرة لماني مخالفة ضد السنغالي. لاعبان كان حاضرين في مونديال قطر ثود عبد الحميد وكذلك الغنام تبع النار انذار في مناوشاته مع علي البريهي. وعلي البريهي بدوره نار الانذار. كرة لطول لنواف. شهراني كانو سافيتش ديالي الكرة يرجع لساديو ماني. فوفانا خايبري عمري والكرة في التماس. آخر فرصة في هذا الشوط الأول في وقت البديل هلالية زرقاء. كانوا صوت رائع الكرة يوزع والعمري مرة أخرى. ضغط هلالي علي البريه طويلة الكرة في دار الغنام. خطيرة مالكوم كرة بالراس والدفاع. الدفاع النصراوي حاضر. فنيات رائعة لساديو ماني. أتعب سعود عبد الحميد في هذا الشوط الأول. ينتهي الشوط الأول مشاهدينا الكرام بالتعادل 0-0 بين الهلال والنصر. موعدنا يتجدد بحضراتكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. أما الآن أعود بالصورة والصوت للزميل العزيز عبد العزيز البكر. هذه التحية في هذه المباراة النهائية نائب أمير مكة المكرمة جمهور أمير بدر بن سلطان. والآن لغة الأقدام وحقيقة الميدان بين الهلال والنصر في الشوط الثاني لفك الارتباط واقتناص الكأس الغالية كأس $6 مليون. رونالدو يقود القافلة الصفراء ويشحن العزائم. ومن جانب الهلال روبن نيفيز والبقية من أجل كأس ثالثة هلالية. إذن رضوان جيد المغربي يعطي ضربة البداية. أكيد تعليمات المدربين جورج جيزوس
ولويس كاسترو من أجل النجاح في هذه الأوقات. نواف لاكيدي لكل من يلتحق بنا سنذكر بتشكيلة الفريقين. بالنسبة لفريق النصر هذه كرة لفوفانا، فوفانا رونالدو يتقدم البرتغالي يلعب لليسار لساديو ماني، ماني والراية على السنغالي ساديو ماني. طبعا عديد اللاعبين تقمصوا في نفس الوقت أزياء الفريقين، أخص بالذكر أحمد باجا المغربي الذي لعب للهلال 1995 ولعب للنصر سنة 2000، الوحيد الذي سجل في شباك الفريقين. كذلك فهد الشيعان لعب للهلال ولعب للنصر، أحمد عباس، أحمد الدوخي، خالد عزيز، بدر الدعاية، سعد الحارثي، حسين شيان، أحمد الفريدي، عبد العزيز الدوسري. كرة من ميشيل مرتدة وتضيع الفرصة، سافيت ميلينكوفيتش السربي ضيع هذه الهدية الدفاعية النصراوية. إذن التشكيلة النصراوية، نواف لاكيدي لحراسة المرمى، سلطان الغنام، علي نجامي، عبد الله العمري، أليكسيس في الدفاع، سيكو فوفانا، عبد الله خيبري، مارشينو بروزوفيتش في وسط الميدان، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو وساديو ماني في خط الهجوم. التشكيلة الزرقاء لنادي الهلال، مخالفة ضد ماني اللي اعتمد على المرفق الأيمن. حراسة المرمى محمد العويس، يمين الدفاع سعود عبد الحميد، لليسار ياسر الشهراني، وسط الدفاع كوليبالي وعلي البلي، ثنائي ارتكاز روبن ريفيس ومحمد كانو، ثلاثي وسط ميدان هجومي ميشيل ديلكادو، سافيتش ميلينكوفيتش وسالم الدوسري والمهاجم مالكوم فيليب البرازيلي. انذار لساديو ماني. سمو طبعا الامير كان امامنا. كنا نذكر طبعا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، يرعى نائب امير مكة المكرمة الامير بدر بن سلطان هذه المباراة النهائية. سيكو فوفانا، عمري، ناودي، نواف لاكيدي، عزيمة واضحة من جانب اللاعبين للتسجيل. أليكسيس التماس لنادي النصر، حضور بدني كبير لسعود عبد الحميد بالنزعة الهجومية. ساديو ماني لليمين، سلطان الغنام، تغطية دفاعية من ياسر الشهراني، يبقى تماس الشهراني مع تدخل من البرازيلي أندرسون تاليسكا. عالية من محمد داويس، عمري قبل سافيتش، ماني دائما امامه سعود عبد الحميد، سافيتش كورته ما تعديش مع أليكسيس، مليمتريه لأندرسون تاليسكا، تاليسكا يحاول التوزيع، كوليبالي ترجع كره هلاليه، سالم الدوسري
كابتن نادي الهلال روبن نيفيس مع الكام، رائع الكرة، مالكوم يوزع كرة جول، كرة جول، ميشيل ديلجادو، الهلال بنورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو وحده الزعيم الأزرق أجمل لونه ومع أقوى جنونه، هذا هو الهلال حارق وهاج وفتاك ديلجادو كاس الشباب. الله 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 عليك يا هلالي، دائما في العلن بنجوم العالمية، سافيتش، مالكوم، ميشيل، الدوسري والبقية. إذن النتيجة تتغير لصالح نادي الهلال. مالكوم بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، وانتماء رائعة من ميشيل ديلجادو، يضيع الحارس نواف ويحط الكرة في الشباك. الهلالي عالي، الهلالي صوره عالي أمامنا، النواف يعاير الأذرار في بداية هذا المشوار. أول أهداف هذا الدور النهائي بألوانها الزرقاء، هلالية نارية وهاجة ذواية في سماء مدينة الطائف. هيا جان سالم الدوسري، يعدي سالم، يرجع كرة نادي النصر. مباراة تعرف الآن منعرجات صعبة، تاريسكا على اليمين، رونالدو، الاعتراف من علي البلاي اللي عنده انذار، علي البلاي عنده برصيده انذار. مخالفة لكريستيانو رونالدو، الأسد جريح، رونالدو يسبح ضد الريح. لا يمكن لكم أن تتخيلوا الأجواء النارية في المدرجات بالألوان الهلالية. أليكس تيس، كيف سيكون رد الاعتبار من جانب النصراويين؟ جدار دفاعي بلاعبين اثنين، رونالدو امامه كانو ووراءه كوليبالي، بروزوفيتش او اليكس تيس، على طول لعويس حارس الامان رائع في الميدان، ركنيه كانت في التسعين، إصابة لعويس، الحارس الثاني لفريق الهلال بعد عبد الله المعيوف. رضوان جيد يقول له لا تعتمد على إذاعة الوقت، الوقت معي والوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ركنية لأليكس تيس، عالية الكرة بالرأس، محمد كانو، سلطان الغنم، تعود الكرة لسيكو فوفانا، نادي النصر يجري وراء التعديل في هذه الأوقات وما أصعبها من أوقات،
وضع مرير متخلف النتيجة بهدف للصفر أمام الهلال. ساديو ماني مراقب كذلو من سعود عبد الحميد. رونالدو علي الجامي، لم نشاهد سلطان الغنام على المستوى الهجومي. بروزوفيتش اتجاه ماني، ساديو حكم يخلي اللعب يرجع لفريق الهلال. سافيتش كرة لمالكا، هجوم للهلال، دوسري خطيرة، ميشيل حاول التوزيع، صاحب الهدف الوحيد في المباراة ميشيل فيليب ديلجادو، يرجع بكرة لمالكم والتماس يعود لسلطان الغنم. يتقدم خيبري، سيكو فوفانا، رونالدو لايسارو، يتقدم كريستيانو، كريستيانو أمام كل الدفاع، أولا كوليبالي أسد التيرينكا السنغالي. سافيتش سالم الدوسري، سعود عبد الحميد، هجمة هلالية، دوسري مرة أخرى، تعود نصراوية، ساديو ماني، سيكو فوفانا، برازوفيتش، تاليسكا، رونالدو، قوية، قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى تتال الحارس العويس. غليان بركان في مدرجات الملعب بالألوان الهلالية، لويس كاسترو، والوصفة العجيبة لتعديل النتيجة أمام هذا الخبير القيدوم جورج جيزوس. ميشيل ديلجادو سحب هدف 6 مليون دولار. طويلة من خالدو كوليبالي، تيس خيبري، حرب كبيرة في وسط الميدان، يقودها سافيتش، يقول له العب، كرة خطيرة، تاليسكا، أندرسون، تاليسكا، لاويس، بطل الدور النهائي، لاويس، مان أوف ذا ماتش، مان أوف ذا فاينل، بكل تأكيد أفضل خلف لأحسن سلف، محمد لاويس. الجدار العالي، ركنية لبرازوفيتش، من رأس رونالدو خارج الميدان. اليوم رب ذرة نافعة، غياب عبد الله المعيوف، قدم لنا حارس عالمي محمد لاويس. يتواصل المد النصراوي،
يمضي ولا يباني. وهذا الجمهور الهلالي يقابل الجمهور النصراوي عملاقي العاصمة في حوار الكبار. غنم تأمير من علي البني لدوسري، دوسري يعادل لون العمر الممتاز. ترجع كرة للنصر، يرتفع النسق واللقاء بين اللاعبين سيكو فوفانا ما كانوا وسط الميدان خيبري. غير اليمين اندرسان، تاريسكا، تاريسكا، غنام، غنام، والكرة لدفاع الهلال. ارجع لمالكوم، مالكوم اي اسيست، وهذه الهجمة السريعة مالكوم مرة أخرى يراوغ والركنية، ركنية من عبد الله العامري. ديربي الإثارة، ديربي التشويق، نار 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 بين الكبار. الأسبقية هلالية. ركنية للهلال. سلمة الدوسري. الدوسري ينتظر سافيتش وكانه الكرة الثانية. روبن نيفيس رازافيتش، سباق ضد الزمان يخوض النصر الآن في هذا الميدان. نعم عمري مرتدة لكوليبالي، تغطية دفاعية من علي الهجاوي أمام سافيتش ميلينكوفيتش. أي صفقة لهذا السربي وأي قيمة في وسط الميدان لسافيتش ميلينكوفيتش. طبعا أمامنا الأمير محمد بن سلمان، أمامنا الأمير بدر بن سلطان نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. تصويب من سعود عبد الحميد خارج الميدان. فيها الكرة لسيكو فوفانا، لقطة فنية من سافيتش ميلينكوفيتش. خايبري يكسب التماس لكن ولا يمل سافيتش في كل مكان. أليكسيس خايبري غير المكان للهجامي. برازوفيتش صعبة هي الأمور على نادي النصر في هذه الأوقات. كرة طويلة رونالدو تأمين دفاعي من كوليبالي. روبن نيفيس مرتدة في وسط الميدان. وفانا غنم، غنم يوسع رونالدو بالراس، لم يكن قناص. مع الكعب التماس لنادي النصر.
الكرة خرجت برماتيا، تعود نصراوية أقل من 25 دقيقة لعب لنهاية هذا الدور النهائي، والهلال متقدم بهدف لصفر، هدف ميشيل تلكاتو، كرة تهرب على الغنام، تعود بالتماس للزعيم، جماهير النصر تدفع فريقها للتعديل، وجماهير الهلال تريد التأكيد بهدف ثاني، هدف كل الأماني. بروزوفيتش، غنم، عالية الكرة، فوفانا، فوفانا، هنالك راية، تعود الكرة بتسلل لدفاع الهلال، لا يوجد تسلل، وبالتالي الهدف شرعي، كرة من المترية من مالكوم فيليب وميشيل تلكادو، وحده وحده يحط الهدف، هدف 6 مليون دولار. لكن للأمانة لما يتعلق الأمر بمواجهات النصر والهلال تنتفي عملية المال والأعمال، تأتي كتابة التاريخ، تأتي الألوان والمجد والجماهيرية والألقاب والشعبية. كرة عند سعود عبد الحميد، هذه الكأس الغالية، كأس 6 مليون دولار، الوصيف سيجني 2.5 مليون دولار. هذا مالكوم، 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 ويدخل العمري، وقد تكون الورقة الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء، والحكم رضوان جيد يكتفي بالصفراء. بما أنه كان آخر مدافع، ربما كان للحكم أن يسحب الورقة الحمراء في وجه عبد الله العمري. على كل الكلمة الأخيرة لرضوان جيد، كرة مخالفة لنادي الهلال، هنالك مشاورات بين حكم الفيديو سمير كزاز ومساعد مقران كراري مع رضوان جيد. سافيتش، ميلينكوفيتش، مالكوم فيليب، واحد من الاثنين في التصويب، الهلال يريد الثاني في هذا الشوط الثاني. قلنا وأن هنالك مشاورات بين سمير كزاز ورضوان جيد، يعني تشيك الريد كارد، الورقة الحمراء في البال. ما بين عمري ومالكوم حكاية ورواية. رضوان جاء تاتي الآن في لحظات تاريخية،
يأتي بالورقة، يأتي بالورقة. هل هي لمالكوم أم للعمري؟ العمري خليع يا ورقة، الحمر الحمر بالفعل تشيك الريد كارت، عمري يغادر للورقة الحمراء. إذا اصفرت أحمرت، المصائب لا تأتي فرادى. النصر متخلف بهدف لصفر، ويلعب المنقوص العدد انطلاقا من الآن في الدقيقة 71 بعشرة لاعبين. تعديلات لويس كاسترو، أكيد سيلتجأ للأربعة أربعة واحد لويس كاسترو لتغطية النقص العددي في صفوفه بعد إخسار عمري في الدقيقة 71. الضربة القاضية أمام مالكوم وساميتش، جدار دفاعي بأربع لاعبين لفريق النصر، وساميتش والكرة بعيدة، ضربة مرمى ناعف. هل يقدر النصر على قلب الطاولة على الهلال بعشرة لاعبين؟ خيبري، داودي ميشيل، روبن نيفيس، والكرة من سلطان الغنام لحارسو نواف لاكيدي. تتواصل أغاني وأفراح الجمهور الهلالي. في انتظار لحظات أفضل لفريق النصر. مخالفة رونالدو. حوار كوليبالي ورونالدو. حوار الأقوياء، حوار العمالقة. كنان من جانب نادي النصر يستعد للدخول. لفريق النصر عالمي، يا نصر عالمي، النصر يعود لتاريخ النصر بهدف رونالدو. هداف الهدفين هو رونالدو، قناص كل القناصين رونالدو، والكرة في الشباك. واحد واحد بين العملاقين، نار 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 يا حبيبي نار. حارس الهلال العويس ما باله، لا يعلمه، كأنه لا يدرك أن الأسطورة رونالدو أقوى ما في الكرة، أقوى ما في الكرة هو الأسطورة. بعشرة لاعبين النصر العالمي يعود من بعيد ويسجل هدف التعادل. هذا الدربي بأشواقه، الدربي بأسراره إلى نهاية مشواره. كرة من روبن نيفيس،
جزاء، ضربة جزاء. ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفنون؟ الهلال يكسب ضربة جزاء. رضوان جيد أمامنا، انطلاقة الكرة لسافيتش، ميلانكوفيتش نجامي في حواره مع السربي، والحكم المغربي يأتي ضربة جزاء. مباراة نار يا رونالدو، نار. هداف البطولة بخمسة أهداف كريستيانو رونالدو. جنة جنون لويس كاسترو، المشاورات مع رضوان جيد. جيسوس مدرب الهلال ورونالدو والحكاوي، قرار رضوان جيد يرجع للفار. المغربي يرجع لسمير كاساس، السافرة المغربية صارمة وقوية. إذا يعود رضوان جيد للفيديو للتأكد، هل هي ضربة جزاء أم لا؟ هل هو تهور من لجامي أم انتفاع بدني شرعي؟ ننتظر القرار، قرار تاريخي، قرار مهم جدا. يذهب رضوان جيد الآن، كل اللاعبين في الانتظار. ما فماش ضربة جزاء، ليس هنالك ضربة جزاء. إذا النصر يبتعد عن مناطق الظل، يلغي ضربة الجزاء ويرفع الحمراء في وجه لويس كاسترو مدرب نادي النصر. وفي الإعادة إفادة، شوف الروح القتالية لرونالدو في حواره مع محمد كانو، بكل الكلمات بكل الحروف يرسم هذا الدربي العالمي. دربي النجوم، حرب النجوم لا تأتي كل يوم. إذن ليس بلويس كاسترو اللي غادر الورقة الحمراء، كونان ياخذ مكان خايبري، ومع الفتيل كذلك محمد في قلب الدفاع. طبعا كان منتظر دخول فتيل لسد الفراغ بعد إقصاء. هذا اللجامي يغادر للإصابة. محمد الفتيل بديل لعلي الهجامي في عشرة دقائق خلاف. نذكر أن فريق النصر يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السبعين، وتمكن من تعديل النتيجة عبر الأسطورة وأقوى ما فما في الكورة كريستيانو رونالدو. ترجع كورة، كونان بالراس لرونالدو، رونالدو لكونان، وزع تعود الى الريح. إصابة كونان، ميشيل ديلجادو صاحب الهدف الهلالي،
اليساري هنالك إصابة لكونان. مباراة كل الفنون بكل الجنون بين الهلال والنصر منذ دخول وسام كنان. هل سنمر إلى الوقت الإضافي الأول؟ أجواء المدرجات، الإيفواري غيسلان كونان 27 عام لما يتقدم سلطان الغنام. النصر يغنم هدف رونالدو. خالدو كوليبالي يغادر ومحمد جحفلي كبديل كذلك يغادر الشهراني على يسار الدفاع ويأتي محمد البريك اللي في العادة يلعب على اليمين. المدرب يلعب اوراقه. محمد البني لبريك سعود عبد الحميد جعفري. ثمانية دقائق أو سبعة دقائق لنهاية المباراة في وقتها الأصلي والطبيعي. هل هنالك كرة غدارة؟ هل هنالك شرارة؟ هل هنالك ضربة قاضية مع اقتراب النهاية؟ وأي نهاية؟ كرة من سعود عبد الحميد، تأمين دفاعي من الغنم، كانوا المخالفة لرونالدو. كرة مخالفة لكريستيانو رونالدو. معنويا الآن رونالدو هنالك راية، هنالك راية. أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو، لا يهدأ له بال. هذه هي قيمة وهمة الرجال، ليس أسطورة من فراغ. هدف أبيض ميشيل ديلغادو أمام الإيفواري كونان. دوسري سعود عبد الحميد يرجع لمحمد بريك. علي بريك جعفري خمسة دقائق للنهاية. الغلطة بفلخة، كرة للبريك اللي عاد بالتسلل. كيف سيتعامل المدربان مع ما تبقى من وقت
في هذه المباراة. تبعت الكرة لرونالدو كولان أو ساديو ماني. للسنغالي الكرة بعيدة لكولان. تميز جيسوس يفكر في النهاية. ريبان نيفيس تميز لنادي النصر. لويس كاسترو بعشرة لاعبين. هذه الكرة لرونالدو يطلبها في المساحة الفارغة. رونالدو بروزوفيتش بروزوفيتش الدفاع يتصدى له. الرايه كانت على رونالدو. كره هلاليه. الخوف يسيطر على جماهير الفريقين لانه اي كره خطر الان لا مجال للتدارك. تنتهي المباراه. كانوا ريبان نيفيس اتفقت نوعا ما شعلة التواجد الهلال بعد هدف التعادل لرونالدو. دوسري مالكوم كانوا تصدي الدفاعي. ترجع نصراوية. ساديو ماني سيكو فوفانا يعدي فوفانا لولا جعفري. ترجع للهلال. سافيتش صوت عبد الحميد. سافيتش التسويق والدفاع يسد هرب. تاليسكا يكسب التماس. يذهب الفريقان إلى الوقتين الإضافيين. غانم التماس. تدخل كان من محمد بريك. مارسيلو بروزوفيتش. بروزوفيتش كانوا يربط بين الدفاع والهجوم. صوت عبد الحميد. محاولات هلالية. تقدم الدفاع للبريك. البريك بعيدة من سلطان الغنام. يرجع بها للبني. كل لاعب النصر مع دار رونالدو في الواجبات الدفاعية. عليها الكرة. غريبة غريبة من سافيتش. ولو أن هنالك راية والتسلل لكن سافيتش كان وحده ويضيع الفرصة. هذه المرة رونالدو غير متسلل. رونالدو التوزيع. فوفانا تاليسكا ماني كان قبل صوت عبد الحميد. مباراة الإثارة. مباراة التشويق. هذه الإعادة لولا سعود عبد الحميد
انفرد ساديو ماني. تسلل موجود. في كرة رونالدو. مباراة كبيرة قام بها رونالدو اليوم. سيكون هداف الدورة بخمسة أهداف. سلم الدور الدوسري يتعافى. كان حواره الأخير مع سيكو فوفانا. تتواصل الأجواء في المدرجات. روح قتالية كبيرة من اللاعبين. روح البذل والعطاء. سعود عبد الحميد. مالكوم. بريك. ترجع كسي. سعود عبد الحميد. عبد الحميد يوزع والكرة ما بين النباس والساويتش. كرة ما بين النباس والساويتش والركنية لنادي الهلال بتوزيع لسالم الدوسري. سالم مسيرة هلالية. دوسري نباس عالية وغريبة مرة أخرى. عجيبة وغريبة. سافيتش يرتقي أعلى من نواف العقيدي ولكن الكرة خارج الشباك. خروج مجازف لنواف. أقل من دقيقتين لنهاية المباراة في وقتها الأصلي والطبيعي. مالكوم يغير بنجاح. ميشيل الكل يعدي لسافيتش. مالكوم مرة أخرى. مالكوم 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 والدفاع الدفاع النصراوي يمضي ولا يبالي. كرة خطيرة من البرازيلي مالكوم. سلطان الغنام على الخط النهائي. ضغط هلالي متواصل. نذكر أن النصر يلعب بعشرة لاعبين. هذا رونالدو ومحمد العويس. يرجع بسرعة. آخر هجمات المباراة قبل الوقتين الإضافيين. مالكوم مالكوم للبريك. البريك اليسار لسالم. ترجع للبريك. البريك يوزع والتصويب ضعيف من دلجادو. مالكوم مرة أخرى. سعود عبد الحميد آخر ومضة آخر همسة آخر لمسة. مالكوم يعدي لسعود. سعود يوزع
وبالراس دلقادو والحارس نواف. نهاية الوقت الطبيعي ونهاية الوقت بدل الضايع. سيلتجا الفريقان إلى الوقتين الإضافيين. إذن مشاهدينا الكرام، رضوان جورن على نهاية المباراة بالتعادل. أكيد ستكون لنا عودة مع ضربة بداية الوقت الإضافي الأول. الآن أعود بالصورة والصوت للزميل العزيز عبد العزيز البكر. فريق الهلال عبد الله الحمدان مهاجم ثاني في تشكيلة الهلال. القرعة ما بين رونالدو وسالم التوسري. نذكر بالنتيجة 1-1. بدر بالتسجيل فريق الهلال عبر ميشيل دلقادو وعدى النصر عبر الرهيب رونالدو. مع التذكير وأنه النصر يلعب بعشر اللاعبين منذ الدقيقة 70. هذا هو عبد الله الحمدان قلب الهجوم في الوقت الإضافي الأول لتشكيلة نادي الهلال. ريكارد مان العالمي كريستيانو رونالدو. سلطان الغنام. ساديو ماني. مخالفة لمارشيلو بروزوفيتش. كل دقيقة بوزنها بحساباتها بعقاباتها بين الفريقين. تويدا من برازوفيتش لليسار. كونان عبد الرحمن غريب في اول لمس الكره. اليكس تيس غنم مره اخرى. كره لماني اللي اصبح يلعب على يمين الهجوم لفريق النصر. حوار محمد البريك وساديو ماني. برازوفيتش برازوفيتش يوزع كرة خطيرة. كونان جول. علي البنيري علي البنيري يخرج كرة بالشباك بطريقة عالمية أمام رونالدو. هذه رياضة. كونان أو غريب حضر رونالدو اللي حط الكرة بالشباك لولا على البلاي. رائع البلاي. سك الأمان والضمان في قلب الدفاع لفريق الهلال. أليكس تيس فوفانا. النصر بعشرة لاعبين. أفضل أداء من اللي كان ب 11 لاعب. عدى النتيجة ويلعب ب 10 لاعبين. لكن عنده رونالدو بخمسة لاعبين. برازوفيتش. كونا. مخالفة واضحة لصالح الإيفواري. كان أمامنا كونان
لفريق جيمانيش لرامز وأول موسم عيد الكرة على ماني لمحمد العويس. رونالدو يستغرب كيف تمكن علي البني من إخراج هذه الكرة. دوسري سعود عبد الحميد ريبان نميس. شوف رونالدو في 38 عام في الإكسترا تايم ويرجع يقوم بالواجبات الدفاعية. خرافي مذهل أسطوري هو رونالدو. رضوان جيد الحكم المغربي. ماسك بزمام الأمور. نواف العقيدي بعيدا لرونالدو. استقبال من سعود عبد الحميد. علي البني محمد البريك مرة أخرى. روبن نميس سالم الدوسري ترجع له الكرة. مالكا حاول التدرج بالكرة من جانب فريق الهلال أمام دفاع نصراوي متماسك. مرة أخرى علي البني نبعس والركنة يدخل ساديو ماني. جماهير الفريقين هي في انتظار ركلات الترجيح أو في انتظار هدف خدان. مالكم صاحب هدفين في خمس مباريات إلى حد الآن.
تشيكو إعادة كورة لما ترجع ثم رونالدو بالرأس أكبر قناص خيال كل الخيال دلال كل الدلال إمبراطور الكورة رونالدو الأسطورة كتب العالم غير قادرة على كتاب التاريخ العجيب كريستيانو رونالدو ملك الأرقام إمبراطور الأقدام يا سلام يا سلام يا سلام النصر يقلب الدولة على الهلال بعشرة لاعبين لحظات تاريخية تكتب الآن رونالدو بالانتظار في هذا المشوار مع لويس كاسترو الحكم المغربي يراقب مع سمير كازاز ويحتسب الهدف إذن رسميا النصر يتقدم لأول مرة في المباراة بهدفين هدف أي أجواء عالمية لجماهير النصراويين قلنا مباراة الصبر مباراة كل الصبر أصفر اللون من أجمل ما يكون بكل الجنون اللي عنده رونالدو ما عنده على شخاف اللي عنده رونالدو يكسب الألقاب اللي عنده رونالدو ملك الألقاب برازوفيتش فوفانا سلطان الغنم والنصر يغنم الآن في النتيجة ماني ترجع لسافيتش تصدي الجعفري ترجع كورة لعلي بلي إصابة كم يخلي اللعب توسري كرة خارج الميدان هذا الإعادة أجواء عالمية بالمدرجات الكلمة الآن نصراوية بالصوت العالي بالجدار العالي النصر العالمي ورقة حمراء ورقة حمراء لويس كاسترو هذه المرة لن يسلم كاسترو من الورقة الحمراء الحكم الرابع المصري محمود البنا رضوان جيد حكم المباراة تعليمات لويس كاسترو لرونالدو للمحافظة الاتجاه لأنه لويس كاسترو سيغادر بنك الاحتياط لفريق النصر في هذه اللحظات فرحة رونالدو كأنه عمره 10 سنين كأنه لم يحتم الأرقام كأنه ليس هو أول من يتابعه في الانستغرام 600 مليون شخص يا ناس ملك الأرقام رونالدو أقوى أقدام جماهير نصراوية تغني عالمية دقائق لنهاية الوقت الإضافي الأول والنصر لأول مرة متقدم بنتيجة في هذا الدور النهائي طويلة الكورة من نواف لاكيدي رونالدو يأخذ ترويض والأجمل
عبد الرحمن غريب، تعود إلى ليا سافيتش، دوسري سافيتش لبريك، ميلينكوفيتش، يعود رونالدو مرة أخرى. سيكو فوفانا كان عليه ان يلعب ماني على يمين الهجوم، احتفالات كبيره لجماهير النصر العالمي بهذه الاسبقيه بعشره لاعبين، يتحدى الهلال ويسجل هدفين. محمد البريك طلب الكرة من حمدان والركنة، محمد الفتيل اللي خرج كرة للركنية، هل يأتي الانفراج الهلالي عبر الكرة الثابتة؟ ستة أهداف لملك الأهداف رونالدو في هذه البطولة العربية. خرج الكرة في الركنية، مالكام على يسار البرازيلي، مالكام مباشرة للنفس اللي صاب في التصدي الدفاعي، محمد البريك، برازوفيتش عنده اندار، كرة تعود للهلال، مصعب الجوير، كاريو والرديف كلها جاية، خروج للريبان نيفيس، عبد الله الرديف يدخل مكانه، كاريو البيروفي في مكان محمد كانو، ومالكوم يغادر كذلك، ومصعب الجوير في مكانه. دوسري شوي محاولات هلالية استعصى عليه نادي النصر بعشرة لاعبين، فريق الهلال يرجع لسعود عبد الحميد، كرة للحمدان يوسع بالراس، تعدي للرديف، ضربة مرمى النواف لنواف العقيدي، دقيقتين في هذه الفترة الأولى وتنتهي، وصعب شوي محمد البريك لجاب الدوسري، يرجع للوراء للشوير عالية، غريب كران، يفتك من الكرة لنادي الهلال، حمدان دائما الإمكانيات مطروحة، ونواف العقيدي نواف العقيدي
طويلة الكرة رونالدو في المتابعة لصعود عبد الحميد ولايك الرعية بطل هذه المباراة النهائية أكبر هدف أحسن لاعب في البطولة كريستيانو رونالدو كاريو هل تكون آخر مباراة لكاريو أيضا الكرة تعود الكرة لنادي النصر انتهى الوقت الإضافي الأول تركيز من نواف العقيدي ونهاية الفترة الأولى تغيير المكان والأماكن كلها في هذا الملعب تعيش أجواء هذه المباراة النهائية الأسطورة أمامكم يا سادة هداف كالعادة كريستيانو وحده لويس كاسترو أقصى الحكم عن المباراة كاريو البقية في تعليمات جيسوس لحظات تاريخية تختم الليلة في مدينة الطائف ديربي الرياض في مدينة الطائف بأشواقه بنيرانو بنجومه أولهم مرعبهم كريستيانو رونالدو فاموس فاموس القيدوم جيسوس 69 عام قلب عليه الداولة لويس كاسترو مذكر بالنتيجة 2-1 لنادي النصر تقدم الهلال أولا عبر ميشيل ديلغادو عدل النصر في مرة أولى عن طريق رونالدو وفي مرة ثانية نفس اللاعب رونالدو يأتي الأسبقية للنصر العالمي النصر يلعب بعشر لاعبين منذ الدقيقة 70 لما سجل الهدفين يلعب بعشر لاعبين سعود عبد الحميد كرة بالرأس من فوفانا هجمة هلالية مصعب الجوير رونالدو ساديو ماني نشوف معاكس عبد الرحمن غريب التصويت من سيفو فوفانا والحارس محمد العويس سافيتش الجوير دوسريا لليسار سعود عبد الحميد كنان بقراءة ممتازة غريب يعني الكرة غريب التصدي
والركنية من أليكس تايس. كرة بالرأس لكن بعيدة، متابعة من سلطان الغنام. آخر المتابعين محمد البريك، سالم التوسري، مصعب الجوير، كل لاعبين النصر بالدفاع بما فيهم رونالدو. صعود عبد الحميد، تصوير صاروخية من صعود لكن بجانب الحارس نواف. الوقت يمر، الوقت يمر، والأحداث أمر وأمر على نادي الهلال في هذه الأوقات. ما أصعب هذه اللحظات، وصيف المجموعة الثانية نادي النصر مع وصيف المجموعة الثالثة نادي الهلال. وطريق النهائي نذكر أن النصر أقصى الشرطة العراقي في نصف النهائي ساديو ماني والحارس محمد عويس، بينما الهلال تآرى على حساب الشباب 3-1. وتسعة دقائق، ورقة صفراء، دين كونان، جيزوس يراقب في اللعب، لكن الحلول الهجومية الصعبة مع التكتل الحالي في دفاع النصر. جوير على البليل، يسار لبريك، كرة صعبة لكاريو، تذهب بضربة مرمى. ما زال يحافظ نادي النصر على الأسبقية بهدفين لهدف بعد أن كان متخلفا بهدف لصفر. علي البني افتكروا الكرة، ساديو ماني نرجع إلى ريو سامتش، سالم الدوسري ينتقل بالكرة لسعود عبد الحميد، انتفاضة هلالية بالبعد. جوير سعود يسار لليسار لبريك، استماتة دفاعية نصراوية والمخالفة ضد رونالدو. يقاتل رونالدو وكأنه ابن العشرين.
الجزاء اللي البارح كان في عمره 20. رونالدو بيلعب 5 مرات كاس العالم، اكبر هدف في تاريخ الويفا تشامبيونز ليج ب 140 هدف، 6 مرات بطل الهدفين في دوري ابطال اوروبا، اكبر هدف في تاريخ ريال مدريد ب 450 هدف، كاتب التاريخ رونالدو حاضر بقوه في هذه البطوله العربيه. يغادر رونالدو في انتظار العودة، يتألم الدون، يرجع الكرة، 9 لاعبين نادي النصر في انتظار دخول لاعب احتياطي في مكان رونالدو كاريو، يعدي بنوفي، يوزع البلاي ساوند، دوسري يمر من الجدار الأصلي، جدار سور الصين العظيم لبريك في القائم الثاني، والنواف يكسب المخالفة. هذه هي توزيعة محمد لبريك، نواف العقيدة أمام علي المريك. حسرة رونالدو علي الحسن في مكانه، الأسطورة تغادر الكرة بهذه اللحظات في انتظار صافرة الحكم المغربي. يرجع الهلال للهجوم، إدارة الحسن، كاريو براس، والدفاع سلطان الغنام، تتعدد الحسابات مع اقتراب من نهاية المباراة. محمد الفتي الجماهير النصراوية شعارات العالمية، صوت عبد الحميد، مصعب شوير، بعيد الكرة من سلطان الغنام، 4 دقائق لنهاية المباراة، والنصر يقترب من أول ألقابه العربية على حساب نادي الهلال في ديربي عاصمة من أجمل ما يكون. كرة في القائم الثاني للحمدان، يخرج الكرة مارسيلو.
بيكاريو. الهلال يلعب الكل في الكل، الجمل بما حمل. كاريو عبد الحميد، انتظار تمام استوين بالراس والمطالبة بضرب الجزاء، ورضوان جاد يقول له لا وألف لا. وصعب شوي اليوم رضوان جاد الدقيقة الأخيرة بدون احتساب الوقت الضايع. وضاع الهلال إلى حد الآن بمدينة الطائف، لكن من يدري، مباراة ما زالت. كاريو سالم التوسري، سعود عبد الحميد، إخراج الكرة، علي ويدخل الآن، تغيير في مكان ساديو ماني، عبد العزيز لعليوة. النصر بدون رونالدو وبدون ساديو ماني، انهت المباراة. ترجع هلالية علي بن كاريو، كاريو يوزع بالراس، غريبة بالرادف، عبد الله الرادف. كان بإمكانه تعديل النتيجة لنادي الهلال. تحت الصدمة سميت شرديف سليم بالانتظار. غريب ففانا والراية انتهى الوقت 120 دقيقة. خروج لمارتينو بروزوفيتش، وصول عبد المجيد السليم، وجماهير النصر تقترب من التتويج. وسط الميدان سعود عبد الحميد، كاريو حميد يمكن من الكرة، عبد الحميد غريب وشوف معاكس يهرب وحده، إمكانية الثالث لكن الذيع على نادي النصر. الكاو الضربة القاضية ضاعت على النصر. أكاد تبلغ توسري في آخر ومضات المباراة. ترجع كرة وسط الميدان، تصعب شوي، الجوير اليمين كاريو، كاريو
الدفاع كونان، المدافع كونان، الوقت انتهى، والضغط كبير، والتاريخ الآن، كرة الشوير بعيدة، ضربة مرمى، النصر العالمي يقترب من أول تتويج عربي أمام الهلال المتحدي. الكل بدأ يستعد للاحتفال أمامكم يا سادة يا كرام، النصر العالمي في انتظار صافرة المغربي رضوان جاد. مليون مبروك لعشاق العالمي وحظ أوفر لجمهور الهلال بعد هذه الخسارة أمام النصر بهدفين بهدف رونالدو، يكتب التاريخ من جديد لنادي النصر في هذه الأوقات، وما أجمل الأوقات لأصفر اللون بكل الجنون في هذه الليلة وأشهى الليلة في مدينة الطائف. أكيد ستتواصل الأفراح للنصراويين وخيبة كبيرة للهلاليين في انتظار مراسم التتويج. نعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الأستوديو للزميل عبد العزيز البكر.